فآية 3 يقول يأتي إلهنا ولا يصمت، نار قدامه تأكل وحوله عاصف جدا. إلهنا يأتي، هو جه متجسد، يعني مش مجرد كان بيجي زمان يبقى فيه ليه حضور في خيمة الاجتماع أو في الشكل بتاع الخيمة، لكن لا، ده هنا كمان يأتي ولا يصمت. يأتي جه على الأرض ولا يصمت، عرفنا كمال الوصايا اللي قال لم آتي لأنقض بل لأكمل، وصل لنا كل الوصايا. جه ربنا واتكلم معانا، فيقول يأتي إلهنا ولا يصمت نار قدامه. إيه النار دي؟ الوصية اللي زي النار بتعمل إيه؟ بتحرق أعداء الله. ووريها لنا المسيح كويس جدا في التجربة على الجبل لما كان بيحارب الشيطان بإيه؟ بالمكتوب في الكتاب المقدس. فالكلمة بتاعت ربنا نار، نار توقظ الإنسان وتديله دفء للحياة بتاعته وتحرق كل ما هو قش في حياته. كلام ربنا يبدد كل أفكار الشيطان. لما يجي لي الشيطان بفكرة وأقول له طب وإيه رأيك في كلام ربنا اللي بيقول كذا، تلاقي الفكرة سكتت والشيطان اتخرس. والحقيقة قديس أغسطينوس يقول ليخف التبن من النار ولكن الذهب تظهر نقاوته بالنار. اللي يخاف من النار مين؟ التبن. عشان كده هو هنا بيحذر مين؟ المرائين اللي ليهم منظر وبس، لكن اللي جوهره ومعدنه فعلا بتاع ربنا ما يخافش. نار الكلمة بتاعت ربنا أو نار التجارب اللي ربنا ساعات بيحطنا فيها تحرق واحد خفيف. ليه؟ في واحد جوه التجربة جوه الكنيسة وبيصلي، وأول ما تجيله تجربة يكحد الله ويجدف عليه ويقول كلام صعب، وواحد تاني جوه التجربة حتى لو اتألم يقدر يقول كلام كويس على ربنا، يقول نصبر ما نشوف ربنا قصد بيها ايه. بتظهر معدنه. فلما يقول عليها نار قدامه تأكل، تأكل ايه؟ قش، او تنقي الانسان من اي شوائب فيه. ساعات في ناس جوه التجربة كده لما توصلوا حاجة من كلام ربنا او من تجارب ربنا يستشعر في كلامه ان دي بتنظفه من حاجة جواه، هو في حاجة كان ماسك فيها بس بينت له. شاب الغني اللي راح للمسيح وقال له ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية، قال له احفظ الوصايا، قال له حفظتها منذ حداثتي، فقال له فاضل لك حاجة واحدة. ايه دي؟ نار هتاكل ايه؟ بتبين الحتة اللي قلبه متعلق بيها. قال له اذهب وبيع كل ما لك. طلع الشاب ده متعلق بالفلوس وبمقتنياته. لو شاطر مضى حزينا وبعدين راجع نفسك. يعني ممكن الواحد فينا يبقى زي الشاب ده، يروح لأب اعترافه ويقول لأبونا أنا عندي مشكلة كذا كذا، يقول له اعمل كذا، يقول له أبونا أنت متأكد؟ أصل ما أقدرش، أصل اكتشفت نفسي على حقيقتها، كرامتي أعلى من وصية المسيح، في حاجة كده كشفتها لي نار الوصية. أما يقول لك من لطمك على خدك الأيمن حول له الآخر، وصايا الميل التاني بقى كلها اللي محدش فينا بياخدها من أول مرة، لازم يقعد يجادل فيها. وبعدين يعني الكويسين في نقول طب اعملها ازاي، طب اتدرج فيها ازاي، ده الكويس يعني، ده اللي بيحاول. لكن لو هرب منها بتعمل ايه؟ ساعة الجد بتبينه على حقيقته. يعني اللي عامل فيها شخص لطيف جوه الكنيسة وهادي ومؤدب وبيقول الحان، يخرج بره يلاقي عربيته مخبوطة يبقى حسه قد كده، هيتوجع ان عربيته اتخبطت. بالمناسبة عربيته اتخبطت النهاردة وانا قاعد في بيتنا يعني. بس يعني هتنزل شكلك هيبقى ايه؟ هتبين بقى، هتبين انت شكلك هيبقى ايه ساعتها. يقول وحوله عاصف جدا. العاصف ده بيعمل ايه؟ افتكروا كده حتى قالها المسيح، الذي رفشه بيده. الرفش ده اللي هو ايه؟ عارفين الشوكة الكبيرة اللي بيمسكها الفلاحين دول يقول لك بيدروا بيها القمح، بيعملوا ايه؟ الحنطة لما بتتجاب زمان ما كانش فيه ميكنة، بيقصوها وبعدين يفركوها، يفضل القش والحنطة على بعض في كومة واحدة. فالفلاح يعمل ايه في وقت الخمسين ده؟ فيه هوا بتاع الخمسين، يروح غارف ورفعها لفوق. يحصل ايه؟ القش الهوا يطيره والحنطة ليها وزنة فتتقل. ده اللي قال عليه يكونون كالهباء الذي تذريه الريح، اللي في المزمور الاول. هباء ده اللي هو العصافة، ورقة نزلت على الشجرة نشفت اي شوية هوا يطيروها فبقت زي العصافة. فعشان كده يقول ايه؟ وحوله عاصف جدا. النار دي تبين قوة عمل الروح القدس، تبين